انتم كانت عندكم خطه لتنويع مصادر استيراد الغاز مثل ما عندكم خطه لتنويع انتاج الطاقه الكهربائيه. طبعا احنا عندنا ايضا مشاريع الربط الكهربائي. واتذكر السيد الوزير السابق ذهب الى قطر وتحدثتوا عن 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 خطه لاستيراد الغاز من قطر، وحتى حصل حديث عن توقيتات زمنيه وكلفه المشروع الى اخره. صحيح. وين وصلتوا بهذا المجال؟ شوف استاذ علي، احنا باطار تنويع مصادر الغاز وعدم حصره بجهه واحده ايضا ذهبنا لقطر، وذهبنا الان ولدينا مفاوضات مع تركمانستان لتوريد غاز. هسه باقل تقدير بالشتاء، لان يعني بالشتاء الايرانيين يحتاجون الغاز بقوه، ربما يتلكؤون بالتزاماتهم ويانا. وعلى هذا الاساس باتجاه تركمانستان اليوم عندنا مسعى لتوريد غاز محدد وبنسب محدده.